أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لكافة جهود التوصل لحل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط. وخلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بمناسبة توليه مهام منصبه، شدد الرئيس السيسي على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأنه تم التطرق خلال الاتصال لتطور العلاقات الثنائية، بينما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.